صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد، يقول السائل في قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، يقول هل هذه الآية خاصة بسبب النزول أم أن من الممكن أن يؤخذ من عموم لفظها مفهوم المخالفة أن الذين كفروا عليهم جناح في طعامهم؟ بعد نزول الآية وتحريم الخمر لا يجوز لأحد أن يتناول الخمر بعد ذلك، إنما الآية نزلت في من شربوا الخمر قبل أن تحرم وماتوا. لما نزل تحريم الخمر تندم أناس من المسلمين على أقاربهم الذين كانوا يشربونها وماتوا على ذلك، والله طمأنهم ونفى الجناح عن الأموات الذين ماتوا قبل أن تحرم الخمر. ليس عليهم جناح فيما طعموا، يعني فيما مضى، فيما طعموا، قال فيما يطعمون في المستقبل. ولذلك لما استدل بهذه الآية بعض الأفراد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا المؤمن المتقي لا يضر شرب الخمر، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، قالوا ونحن مؤمنون متقون، شربوها بناء على هذا الفهم. استشار عمر رضي الله عنه الصحابة في هؤلاء فقالوا ادعهم، فإن أقروا بتحريمها جلدوا حد الخمر، وإن استحلوها قتلوا، إن استحلوها وجب قتلهم، إن هذا ردة. أما إذا اعترفوا بتحريمها ولكن تأولوا وفهموا فهما خاطئا من الآية فهؤلاء يقام عليهم الجلد. نعم.